معانا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير اللي حاول واجتهد واشتغل في ظروف في منتهى الصعوبة، وكان عنده مباريات كبيرة وكثيرة في الدوري هذا الموسم، رغم ذلك هبط اليوم رسميا إلى دوري الدرجة الثانية. الكابتن الكبير كابتن علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، هارد لك كابتن علاء، يعني أديتهم مباريات كبيرة جدا ولكن يعني البداية ما كانتش جيدة، وأعتقد إيسترن دفع ثمن البداية اللي مش جيدة في الموسم دلوقتي. أهلا بيك كابتن كريم وتحياتي ليك، وزعلان قوي من الناس بتقول او حاجه بتقول خلاص تاني العوضين، ودي زعلان قوي. كنت اتمنى عدم الهبوط رغم الظروف الصعبه، كان الكل يعلمها والكل يعلم ايه اللي حصل واشتغلت ازاي وفي ظروف صعبه ازاي، والفريق ما كانش عنده ولا نقطه، وكان في فرق كبيره جدا مسابقانا بعدد نقاط قدرنا ان احنا نوصل لها، صحيح، ونصارع في صراع البقاء على البقاء في الدوري الممتاز مع فرق كانت مسابقانا باكثر من 12 و13 و15 نقطه. النهارده كانت النهايه للاسف. كنت اتمنى تبقى حتى لغايه اخر مباراه وكان عندنا فرصه برضو، انما هي دي كره القدم. لعبنا فريق لعب بشرف قدامنا ولعب بكل قوه، صحيح، ورغم ذلك تقدمنا 2-1، وكنا ممكن لو استغلنا الفرص اللي جات لنا التهديفيه للشيبي فرص مؤكده كنا ممكن ننهي المباراه بدري 3 أو 4 أهداف، كان صعب ان هم يرجعوا، صحيح. انما فضلت المباراه معلقه لغايه مع التعادل في الدقيقه الاخيره، وطبعا التعادل لا يكفيني برضو، فهاجمنا بكل اللاعبين في كره مرتده اخيره، يمكن كان 2 أو 3 على 1 في الثواني الاخيره من المباراه، وانتهت المباراه بفوز البنك الاهلي. بشكر اللاعبين أدوا جهد كبير جدا رغم خبراتهم القليله، رغم ان في 90% منهم ما لعبوش دوري ممتاز قبل كده، رغم تكوين الفرقه حديثا في يناير اكثر من 20 لعيب قدرت اجمعهم، ومع ذلك حصل انسجام سريعا وقدمنا مباراه كويسه. يكفي تعاطف الشعب المصري كله، يكفي تعاطف النقاد الرياضيين المحللين الاعلاميين مع فريق إيسترن كومباني اللي قدم كره جميله ودخل في المنافسه بشكل كبير رغم كل كان مستبعده. فانا بشكركم جميعا يعني، وموسم استثنائي كنت اتمنى ان يحصل الاعجاز ونبقى، انما قدر الله ما شاء. حقك عشان اشتغلت في ظروف في منتهى الصعوبه كابتن علاء، وكلنا شايفين الظروف دي، ما احنا برضو فاهمين ان الكوره مش تدريب ولعيبه وخلاص، في ظروف لازم تبقى مهيئه عشان تقدر تكسب وتقدر تشتغل. انت واجهت كل الظروف الصعبه دي بصراحه احقاقا للحق يعني، واشدت بحضرتك واتكلمت مع حضرتك تقريبا من 10 ايام وقلت لك انه إيسترن عامل اداء رائع جدا وإيسترن ماشي بخطوات ثابته للنجاه من الهبوط، بس خلاص هو سوء الحظ والمنافسه يعني كان على اشد المنافسات يعني الممكنه بين كل الفرق، عشان كده الامور بالنسبه لكم كانت صعبه. بالظبط كده كابتن كريم، وانا اللي بشكرك وبتمنى لنادي إيسترن كومباني العوده سريعا للدوري الممتاز. حضرتك مكمل خلاص. حضرتك مكمل ولا مش مكمل معاه؟ لا انا عقدي بينتهي بنهايه الموسم، واعتقد ان هيبقى صعب جدا طبعا ان انا اضرب في الدرجه الثانيه ثاني. انا مرتبط بدوري ممتاز حتى لو في بعض العروض، حتى لو ما جاليش هنتظر لغايه ما ربنا يامن ان شاء الله. انت عندك مباراه اخيره قدام نادي الزمالك، المباراه دي هتبقى موجوده على الدكه عادي يا كابتن علاء مظبوط؟ والله لسه بفكر، انما الصح ان انا اكون موجود طبعا. بس عارف يا كابتن كريم يعني انا مش عارف اقول ايه للعيبه، هطلب ايه من اللعيبه؟ يعني انا دايما كنت بخلق دوافع للعيبه، ايه الدوافع اللي هطلبها منهم في مباراه الزمالك؟ الموضوع خلص خلاص، فمش عارف يعني، لسه هتكلم مع الاداره وهشوف معايا جهاز المعاون، هل هكون موجود هل مش هكون موجود، لسه هشوفها كده مع اداره النادي ومع الجهاز اللي معايا، انما الصح ان انا اكون موجود برضو لغايه اخر مباراه، بس مش عارف هقول للعيبه. انما انا بقول للعيبه دلوقتي لعيبه الاهلي بشكركم، بذلتوا جهد كبير في ظل قدراتكم وامكانياتكم، وصلتوا بالفريق الناس عرفت اساميكم من خلال إيسترن كومباني، بشكرهم جدا على الجهد اللي هم عملوه، واتمنى ان شاء الله اشوفهم في افضل حال كل اللاعبين اللي كانوا موجودين اللي هم اشتغلوا بجهد واخلاص وضمير. بس في دافع يا كابتن علاء، انا بصراحه يعني انا المدير الفني لفريق إيسترن ومعايا لعيبه إيسترن، هقول لهم انا هنزل العب قدام الزمالك البطل، فانا لو ختمت الموسم بشكل كويس قدام البطل على الاقل تسيب ذكرى عظيمه كلاعبين وكجهاز فني، بالتاكيد ده دافع كبير يعني مش دافع قليل.
أكيد كلام محترم، كلام محترم طبعا منك يا كابتن كريم، وإن شاء الله نشوف كده الدنيا إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. انا مش عايز اطول عليك عشان انا عارف دلوقتي الحزن قد ايه عندك، بس ربنا يوفقك كابتن علاء، واحد من المدربين الكبار المحترمين. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق ايرسن كومباني. دلوقتي الكلام بيبقى صعب وتقيل جدا، عندك امل وعندك طموح، بس ايرسن بصراحه شديده بدا الموسم، او تكوين الفريق في بدايه الموسم، او افكار الاداره في بدايه الموسم، او تفاصيل الفريق في بدايه الموسم ما كانتش افكار جيده، ما كانتش صحيحه، وتكوين الفريق ما كانش تكوين مثالي وجيد. بعد كده تداركوا الاخطاء دي في يناير بصراحه، كابتن علاء كان موجود وجابوا لعيبه كويسه وبدات الامور تتحسن، بس انت جيت متاخر.